فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من المعلوم أن الشيخ ابن باز رحمه الله أجاب على أن أهل العلم الذين عذروا القبوريين بالجهل بأنهم متأولون ويجب التوضيح لهم، ولكن حفظك الله، إن أصر هؤلاء العلماء على عذر أولئك بعد توضيح الحجج، يقول: المعروف أن الشيخ ابن باز رحمه الله أجاب على أن أهل العلم الذين عذروا القبوريين بالجهل. يا أخي جب لنا كلام الشيخ ابن باز، جب لنا نصه نقرأه هنا ونشوف كلامك هذا. نعم، السؤال اللي بعده. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك العلماء لهم حرمة، لا تنسبون لهم شيء إلا بمصدر من كلامهم يثبت ما تقولون، أما قال فلان عن الشيخ أو قال فلان أو يذكرون عن الشيخ أنه يقول كذا، هذا ما يجوز. نعم.